حضراتكم متابعي ومشاهدي تلفزيون اليوم السابع، كل سنه وحضراتكم طيبين. معاكم سيد الخلفاوي من محطه الاتوبيس النهري بكورنيش النيل في القاهره. طبعا المحطه دي كانت موجوده في مزبيرو واتنقلت دلوقتي بقت امام ابراج اغا خان للناس اللي مش عارفه المنطقه. ابراج اغا خان في المظلات. احنا جايين الاتوبيس نعرفكم الرحلات اللي بتنطلق من هنا بكام. طبعا الاتوبيس هنا في ادي الاماكن انتظار الركاب. الاتوبيس هنا اتوبيس مكيف، اتوبيس نهري مكيف. التذاكر بتبدا ب 20 جنيه. السلام عليكم، ازيك يا مؤشر؟ عايز اعرف الناس اللي التذاكر بكام والرحلات عامله ايه، يعني ب 20 جنيه ممكن اروح فيه؟ 20 جنيه 20 جنيه لفسحه ساعه في الميه هنا في التذكره. التذكره ايه؟ التذكره ب 20 جنيه يا جماعه اهي، تمام. ساعه في الميه وفي القناطر ب 40 جنيه رايح جاي، عربية بتستناه لحد هناك ساعتين وتجيبه تاني رايح جاي. انا عارف ان ممكن في نص ساعه كمان. لا ده دي في الجامعه بقى. في من هنا اتوبيس بيروح الجامعه؟ في هنا من في من هنا بيروح الجامعه. تمام، شكرا، عفوا يا باشا. زي ما انتم سمعتوا كده، في ازيك يا معلم؟ الاتوبيس اللي بيروح الجامعه معلي ده بياخد قد ايه؟ بياخد ساعه، ساعه وربع. ساعة يعني برضه رحلة من ساعة لساعة ساعة ورب. هينزل محطة حديقة الحيوان اللي إن شاء الله. بيروح حديقة الحيوان ويركب من هنا يبقى فسحة نيلية وفي نفس الوقت توصيلة يعني. صحيح، ماشي، تحت أمرك. زي ما حضراتكم سمعتوا كده، اللي حابب يروح حديقة الحيوان وهو مثلا موجود على الكورنيش ينزل محطة الأتوبيس النهري ويركب من هنا أتوبيس رايح حديقة الحيوان ب 20 جنيه، تمام التذكرة. طبعا الأطفال ما بتدفعش. وهو مثلا الناس هتركب ايه للجامعه، حلو، الناس هتركب للجامعه ايه، هيركب من هنا مثلا للجامعه لحديقه الحيوان، ينزل محطه حديقه الحيوان وبعد كده يكمل، ماشي، وبعد كده يكمل لحد ما يروح حديقه الحيوان، ينزل يبقى منها فسحه نيليه ومنها فسحه هيروح مثلا حديقه الحيوان، يبقى خد مواصله من هنا للكورنيش كانها فسحه. طبعا هيقعد يجي ساعه ساعه وربع في النيل لحد ما يوصل. هوريكم برده مستوى الخدمه عامل ايه هنا. الاتوبيسات هنا دي اتوبيسات مكيفه، في منها مكيف وفي منها مكشوف، فانت ممكن هتركب هتلاقي يعني حاجه كويسه جدا يعني. الناس بقى دي الناس اللي لسه جايه من الرحله، الناس اللي لسه جايه من الرحله. انا هندخل كده نفرجكم على الاتوبيس من جوه شكله عامل ازاي. بسم الله. الاتوبيس الكراسي مبطنه في مستوى كويس جدا من يعني برضو الحاجه نظيفه. هنا المكان اللي انا فيه ده مكيف، في برضو دور تاني مكشوف من فوق. نطلع السلم كده نوريكم، ادي دور مكشوف اهو تقدر تشوف من خلاله الميه، تمام. طبعا هنا ده كذا اتوبيس، ده الطابق الاعلى تقدر تشوف الميه من المكان. انا هنزل تحت كده اوريكم نفرجكم من اول اتوبيس خالص اللي هو الاتوبيس اللي طالع دلوقتي رايح الجامعه. الكابينة اهي، المحطة بالظبط اللي الناس اللي عايزة توصل ومش عارفة العنوان تحت كوبري تحيا مصر. فكوبري تحت تحيا مصر طبعا ما يتوهش، فهتقدروا توصلوا له بسهولة جدا. ادي اهو في سلمين اهو بيطلعك على الدور اللي فوق. انزل كده هنوريكم الاتوبيس اللي طالع حالا بقى رايح الجامعة. السلام عليكم. اديك كاس قهوه. ده كده ده مستوى تاني. ده برضه الاتوبيس ده نفس الاتوبيس التاني، يعني دورين، دور تحت مكيف ودور اعلى مكشوف. الاتوبيسات دي بتروح رحلات للقناطر برضه، نسيت اقول لكم ب 40 جنيه الرحله للقناطر، تبدا من الصبح تفضل لحد اخر اليوم ترجعك الساعه 5
اخر النهار بتروح ساعتين في المياه رايح تنتظرك هناك في المكان مكان الحدائق، تلف وتتفسح في الحدائق وترجع مره اخرى لتركب الاتوبيس ترجع تاني المحطه هنا محطه الاتوبيس. فبتقعد حوالي 4 ساعات في المياه. والسلام عليكم سانتا بين ده نوع تاني من الاتوبيس، ده اللي بيروح الجامعه. الرحله بتقعد تقريبا ساعه وربع مثلا. ادي برده هون في جزء مكشوف، طبعا في اطواق نجاه وفي تامين، يعني كل اتوبيس من الاتوبيسات ديت كل رحله بيبقى معاها ميكانيكي عشان لو الحاجه اي عطل حصل بيبقى في تامين. طبعا في اطواق نجاه، الاتوبيسات كلها بلا استثناء متراجع عليها من شرطه المسطحات المائيه والتامين وهيئه النقل العام، عامله مجهود جبار. طبعا فتره العيد دي بتعمل صيانه لكل الاتوبيسات بشكل عام، سواء الاتوبيسات النهريه او الاتوبيسات النقل العام. وايضا بيبقى في مراجعه باستمرار خاصه في اوقات الاعياد والمواسم. يعني ده شكل الاتوبيس، ده جزء، ده نوع من الاتوبيس. احنا ورينا لكم نوع تاني اللي هو في دور تحت مكيف وفي حمام طبعا، عشان برضو الناس اللي معاه اطفال وكده تبقى عارفه الدنيا ماشيه ازاي. في حمام في الاتوبيس اللي هو الكبير ده الضخم حورس اهو، ده في حمام، وفي دور الارضي مكيف، والدور العالي اللي هو الدور العلوي ده دور مكشوف. اما بالنسبه للاتوبيس اللي احنا راكبينه ده في دور واحد، في جزء مكشوف وجزء متغطي. هنا الاتوبيس، الناس اللي بتسال على اتوبيسات مواعيد الاتوبيسات بتاع القناطر، دايما اتوبيسات القناطر اخر اتوبيس تقريبا بيطلع الساعه 10:30 11، يعني اتوبيسات القناطر بتبقى طالعه بدري شويه عشان زمن الرحله بيبقى كبير، وفي نفس الوقت اتوبيسات القناطر بترجع على الساعه 5 اخر اليوم، فبيبتدي يطلع بدري عشان يطلع يوديك القناطر في النيل. تقريبا بتاخد ساعتين مثلا لحد ما توصل القناطر، وبعد كده بيستناك من ساعتين لثلاثه في القناطر الخيريه، يقعد بالاتوبيس مستنيك على المرسى، تتفسح شويه في الجناين وتقضي يومك، وبعد كده ترجع على الساعه مثلا 3 يتحرك من هناك يوصل هنا الساعه 5 اخر اليوم. فطبعا دي رحله ومواصله، يعني انت لو حابب تروح القناطر تتفسح في الحدائق اللي هناك، بدل ما تروح مواصلات اركب الاتوبيس النهري ب 40 جنيه هتقضي فسحه نيليه جميله، وبعد كده ترجع في نفس الاتوبيس للمكان. طبعا في ناس موجوده اهوت بالنسبه للرحله اللي رايحه السلام عليكم يا باشمهندس، حضرتك خليك سون طيب. انا حابب بس نعرف الناس ونقول لهم ان لو حد حاب يروح حديقه الحيوان مواصلات يركب الاتوبيس ياخد فسحه نيليه بتاع ساعه ساعه ونص، ومنها يوصل ومنها يتفسح في النيل. هو بالظبط حضرتك، انا اعرف حضرتك للناس بس. مهندس احمد حسن مدير عام النهري بهيئه النقل العام. حضرتك هو بص، احنا عندنا طبعا حضرتك اسطول من العربيات السياحيه واللي بتشتغل في النيل، من ضمنها العربيه القدس دي حضرتك، بتطلع الجيزه تروح جنينه الحيوانات، تطلع بيركب الراكب الرحله بتاخد ساعه بالظبط وممكن لغايه ساعه ونص عشان يتفسح في النيل. الراكب بيخرج حضرتك، بيركب العربيه، العربيه بتطلع من هنا من الهابلان، محطه الهابلان بتروح محطه الجامع. عايزين نوصل للناس المكان عشان محطه الهابلان دي حضرتك في المظلات، عند كمين المظلات على الكورنيش بجوار كوبري هابلان، تحت بجوار كازينو هابلان، تحت كوبري ممشى اهل مصر او تحيا مصر. لو جاي من شبرا الخيمه مجرد ما يعدي كوبري المظلات هيلاقي هيلاقي كوبري ده كوبري تحيا مصر، هينزل عنده ويخش عندنا مرسى مكتوب عليها مرسى الاتوبيس النهري هيئه النقل العام. حضرتك هو الرحله ديت بتطلع من الهابي لاند بتروح جنينه الحيوانات الجامعه، بتقضي ساعه في النيل او ساعه ونص ممكن كمان. الرحله ديت ب 20 جنيه. وعندنا برضو رحلات ثانيه اللي هي الوحدات السياحيه، لو حضرتك حبيت تعرف الجمهور يعرف، عندنا اسطول 5 عربيات سياحيه، العربيات دي قوتها 150 فرد. احنا عشان الامان
مكيفة حضرتك ودورين، وعشان الأمان وتعليمات سيادة اللواء رئيس الهيئة إن العربيات دي تطلع مؤمنة تماما. إحنا ما بتعداش الجمهور أكتر من 100 فرد، وطبعا عندنا الأمان، أدوات الأمان حضرتك، عندنا أطواء نجاة، وعندنا اللايف جاكيت اللي هو القميص النجاة، وعندنا مقاعد الأمان. العربيات إحنا مأمنينها تماما. أنا بقول للناس في ميكانيكي مع كل سيارة، ميكانيكي بحري طالع دورات ميكانيكا بحري بيطلع يتدرب تمام، وما بتطلعش العربية اللي لازم يكون فيها الميكانيكي البحري. اتفضل. زي ما حضراتكم شايفين كده البشمهندس بيشرح لنا يعني الحاجات اللي تأمن الراكب هنا، راكب معاها كل الإمكانيات، مثلا من لايف جاكيت، من ميكانيكي بحري عشان لو في أي مشكلة في الأوتوبيس، والرحلة اللي احنا طالعينها من هنا من أوتوبيس النهري في المظلات لحد حديقة الحيوان ب20 جنيه هتاخد ساعة تقريبا. نكمل معاك يا باشمهندس. حضرتك طلعنا بس في المكشوف عشان نوري الناس المستويات بتاعة الأوتوبيس، في جزء مكشوف وجزء متغطي، وفي نفس الوقت في نوع من الأوتوبيسات اللي احنا راكبين فيها دي مكيفة، دي خاصة بالرحلات الطويلة يعني. حضرتك بالنسبة بقى للعربيات المكيفة الكبيرة، حضرتك العربيات ديت 100 فرد هي الرخصة بتاعتها، 150 فرد، لكن احنا حسب التعليمات بنطلع 100 فرد وبنأمنها تمام، وفي فريق عمل بيطلع العربية على رأسهم مدير الفرع اللي هو أنا حضرتك، وبينتظرها في القناطر فريق عمل منتظر العربية بيستقبلها عشان تأمينها. العربية دي ما بتطلعش اللي هي الوحدة السياحية إلا إذا كان في الرئيس بتاعها والرئيس بتاعها واخد دورات متتالية في التأمين في الأمن الصناعي وفي قيادة الوحدة، وأربع بحار لازم يكونوا موجودين فيها عشان يأمنوا الركاب. الأربع بحارة دول برضو واخدين دورات في الأمن الصناعي واخدين دورات في مجال عملهم. دي الوحدات اللي بتروح للنطر بتطلع الساعة 8 من هنا لغاية الساعة 11 حسب عدد الجمهور، بترجع بتنتظر معاهم لغاية الساعة 3 2:30 3 وبترجع معاهم، والرحلة ب 40 جنيه يعني يعتبر أقل تذكرة في النيل، ما فيش تذكرة 40 جنيه. احنا عايزين نعرف الناس إن الرحلة ال 40 جنيه ديت 4 ساعات، ساعتين رايح وساعتين جاي. الرحلة حضرتك يعني. الرحلة حضرتك بتطلع من هنا تقعد ساعتين في النيل لغاية ما تروح القناطر، الجمهور بيتمتع بالمية والهواء والجو الرحلة بتبقى جميلة جدا، بيقضي ساعتين لغاية ما يروح القناطر، يقعد 3 ساعات تقريبا في القناطر أو 4 لغاية الساعة 3، ومن الساعة 3 يبتدي يركب يجي هنا برضو الساعة 5 5:30، ساعتين في المية، والجمهور بيبقى مستمتع جدا جدا. ودي الرحلات اللي بتروح القناطر وترجع. عندنا رحلة نيلية مثلا، عايزين نوضح بس موضوع القناطر، الثلاث ساعات الانتظار الراكب بيحتفظ بتذكرته لحد ما يرجع عشان يرجع في الاتوبيس تاني. اذا بالظبط حضرتك الراكب العربية بتفضل والوحدة النهرية السياحية بتفضل منتظراه من أول ما ينزل لغاية ما يرجع يركب فيها بنفس تذكرته، ما بيغيرش تذكرته. الرحلة من هنا بيطلع بيها بيقطعها ب 40 جنيه لغاية ما بيرجع يخرج من باب الهابيلاند هنا، يعني يخش من باب الهابيلاند يركب الوحدة يروح القناطر ينزل بعد ما يتفسح يركب من القناطر يرجع هنا ويخرج من باب الهابيلاند على طول حضرتك. ده بالنسبة لرحلة القناطر. في عندنا برضو رحلات نيلية سياحة في النيل بيركبها برضو الراكب من هنا من الهابيلان، بتطلع بيت لف ساعة في النيل يتمتع برضو، ودي ب20 جنيه ورحلة جميلة جدا، وياريت الجمهور يجي يجرب كده. احنا عندنا جمهور كبير ما فيش على مستوى القاهرة والجيزة، القاهرة الكبرى اليوبية والقاهرة والجيزة، ما فيش على مستوى القاهرة الكبرى رحلات قناطر الا هيئة النقل العام حضرتك. عندنا رحلات نيلية بتبقى ساعة يوميا من الساعة 8 الصبح للساعة 10 بالليل. ده مواعيد الاوتوبيس هنا. مواعيد الاوتوبيس اخر رحلة ممكن تطلع الساعة 10 بالليل تقعد ساعة في الليل. في العيد مختلف شوية؟ في العيد ممكن نتأخر لو في جمهور وفي تكدس وكده، لغاية الساعة 1 ممكن نشتغل حسب الجمهور، لكن لو الجمهور خلاص بقى كده الساعة 10 اخر رحلة بتطلع وبترجع على الساعة 11. انا عايز اقول للناس برضو ان الاتوبيسات السياحية يا جماعة عشان الرحلات بتاعتها بتبقى طويلة موجود فيها حمام، ففيها خدمات كويسة. بالظبط يا فندم، احنا عندنا اولا الوحدات النهارية دي السياحية مكيفة،
الدور الارضي مكيف والدور العلوي الهواء فيه جميل جدا. بلس حضرتك عندنا حمامات في 2 حمام في كل وحده، حمام فرنجي ومحترم، ولان الرحله طويله وممكن في القناطر كمان ما يلاقيش مكان يرجع الوحده يخش الحمام وكده، يعني كل وسائل الراحه متواجده في الوحدات السياحيه عندنا حضرتك، يعني في دي جي وفي بينبسطوا جدا في العيد. يعني برضو انت خدتنا لحته تانية، انا عايز اقول للناس ان هنا هيئه النقل العام بتعمل رحلات يعني اللي هو الزفاف في النيل، يعني ممكن حد هنا يجي يأجر مركب من المراكب السياحية اللي هي مكيفة ويطلع يقضي ليلة الزفاف في النيل بكوشة، مجهز كوشة ودي جي وحاجات، يعني ايه فرح كامل، بس كل ده في وسط المية والمركب ماشية مش المركب واقفة. يعني حضرتك أثرت موضوع جميل جدا، يعني الموضوع ده يعني برافو سيادتك. هقول لحضرتك حاجة، احنا عندنا طبعا الوحدة السياحية تعتبر كأنها قاعة مغلقة ومفتوحة، لان عندي تحت في قاعة مغلقة وفوق في قاعة في الهواء مفتوحة، القاعتين دول الجمهور لو في خطوبة لو في زفاف لو في كتب كتاب بيستخدم الوحدة حضرتك كأنها قاعة برة بس في النيل وماشية. وحضرتك احنا عندنا حفلة الزفاف او الخطوبة او كتب كتاب ب4000 جنيه، يعني حضرتك لو رحت قاعة برة يقعد ساعة كاملة في المية بخدماتها بقى، بخدماتها بدي جيب الكوشة. هوري حضرتك دلوقتي الكوشة ان شاء الله بإذن الله. شفناها واحنا في اول اللايف كان في كوشة. بالليل بقى حضرتك بيبقى عليها انوار يعني الكوشة وكده وعليها سيريا معينة والناس بتستمتع جدا. لو في قاعة بره حضرتك في الارض 7-8000 جنيه على الاقل. احنا عندنا في المية ما بعتقدش في الماء، لا في الماء ما فيش خالص حضرتك، احنا وما فيش يعني حتى بتمشي في الماء هتبقى عاليه جدا. لا ده انا بقول قاعه بره في اي مكان، يعني لا على النيل 15000 حضرتك، يعني هنا عندنا ب 4000 جنيه وبيتمتع في الميه الوحده ماشيه بيه طول ما بيقضي الساعه وبتشيل 150 فرد لغايه 150، بس احنا للتامين بنخليها 100 اقل شويه. انما لو في رحله لو في خطوبه او زفاف او كده ومحتاج لغايه 120 ممكن الجمهور لغايه 120، بس ما بنزودش عن كده للامان تعليمات سياده اللواء رزق. يعني نشكر حضرتك يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. شكرا حضرتك. كان في عندنا برضو كمل عندنا حضرتك برضو في وحدات خطوط، وحدات جي ام صغيره، دي خطوط بين المحطات، دي برضو الاصول. يعني وحدات مواصلات بين، يعني عندنا مثلا ابو الفدا مركز امبابه، دي بتنقل تعتبر بين الزمالك ومركز امبابه، صعب جدا انك تلاقي مواصله معديه. فهي معديه محترمه ومؤمنه، و3 جنيه حضرتك التذكره، يعني مش عندنا برضو رحله. عندنا مكان تاني اللي هو الجامعه، ده بيعمل رحلات نيليه في جنينه عند جنينه الحيوانات، يعني لو ناس جمهور بينزل جنينه الحيوانات تتفسح بيخرج يركب الوحده عندنا وبيتمتع في النيل الساعه ب 20 جنيه. فسحتين في نفس الوقت. وعندنا برضو محطة تانية اللي هي الثالثة الرابعة دي الحوامدية المعصرة، احنا بنخدم فيها برضو بوحدتين هنا. نشكر حضرتك يا فندم وشكرا جزيلا، كل سنة وحضرتك طيب. وانتم طيبين والجمهور طيب وان شاء الله عيد سعيد على كل المصريين. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. احنا مكملين معاكم من الاتوبيس النهري في محطة الهابي لاند اللي موجودة جنب حديقة جنب برج عفوا جنب كوبري تحيا مصر. المكان تحديدا عشان الناس اللي حابه تيجي وما تعرفش المكان توصل له ازاي، المكان على كورنيش النيل في منطقه المظلات. لو انت جاي مثلا من التحرير هتركب، لو جاي مواصلات في من موقف عم منعم رياض يعدي على المكان اللي احنا فيه. لو انت جاي من ناحيه المؤسسه او المظلات برضو العربيات بتعدي على الكورنيش بالضبط جنب كمين المظلات، الكمين اللي بيفصل ما بين شبرا وما بين شبرا مصر وبين شبرا الخيمه. فالمكان هنا مكان رائع، طبعا هتشوف معالم كتيرة قوي في خلال الرحلة. لو انت رايح مثلا الجامعة هتشوف معالم ممشى اهل مصر، هتشوف برج القاهرة، هتشوف منطقة الزمالك وقصورها، هتشوف حاجات كتيرة جدا لإذاعة التلفزيون، هتشوف معالم القاهرة اللي ممتدة من كورنيش النيل حتى الجيزة عند منطقة كوبري الجامعة في حديقة الحيوان. بنشكر حضراتكم وانتظرونا برضو، احنا هنقل لكم ان شاء الله لايف من خلال الرحلة من المية، ونوريكم الرحلة شكلها عامل ايه والمعالم اللي هتشوفوها شكلها عامل ازاي.
انت صورت خلاص كده. شكرا لحضراتكم. طبعا طبعا في هنا خدمات بوفيه، لو حد حابب بقى ياخد تيك اواي، ياخد عصاير مشروبات، هيلاقي هنا على المركز.